السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى نظرية بايز، وهي نظرية مهمة وأحيانا تسمى قاعدة بايز، أدت إلى نشوء فرع جديد من فروع الإحصاء يسمى الإحصاء البايزي. وهذه القاعدة وهذه النظرية سهلة من ناحية المفهوم وسهلة أيضا من ناحية البرهان. النظرية تقول let AI I equals 1 to N be a set of N events each with positive probability. يعني عندي مجموعة مكونة من N من الـ events A1 to AN، واحتمال كل واحد منها أكبر من صفر، لأن سنحتاج إلى القسمة على احتمال كل واحدة منها. That partition S in such a way that، يعني هذه بتشكل partition أو تجزيء لفضاء العينة S، بمعنى أن اتحادها يساوي S، وتقاطع كل two different events is empty. ف AI intersection AJ is empty for I does not equal J، بمعنى أن إذا اختلف الـ events فلا يوجد بينهما أي outcomes مشتركة. فالنظرية تقول for any event B معرفة على sample space S بشرط أن يكون احتمال الـ event هذا أكبر من صفر، احتمال AJ given B يساوي احتمال B given AJ في احتمال AJ على مجموع I equals 1 to N لاحتمال B given AI في احتمال AI. J تأخذ قيم من 1 إلى N، J اللي فوق. الآن بنلاحظ في هذه النظرية بيكون عندي معروف احتمال B given AJ معروف، ولكن احتمال AJ given B عادة يكون غير معروف. فبالتالي المسألة هنا بنعكس الاحتمالات، يعني عندي احتمال AJ given B فبحسبها بدلالة احتمال B given AJ وبضرب في احتمال AJ فوق، ونفس الترم هذا هو اللي موجود هان، بنجمعه لكل I من 1 إلى N كما سنرى في الأمثلة. بالنسبة للبرهان نستخدم تعريف 2.4.1 بالنسبة للconditional probability، فاحتمال AJ given B يساوي احتمال تقاطع AJ و B على احتمال B. الآن نستخدم قانون الضرب الذي تحدثت لكم عنه سابقا في التعبير عن هذا الحد بشكل مختلف، وهو احتمال B given AJ في احتمال AJ، وهذا أصله هو الconditional probability. ثم قسمنا على احتمال B. الآن B هي event في S، وهناك partition لل S اللي هو هذا. فبالتالي أخذنا نظرية، في نظرية 2.4.1 استطعنا التعبير عن احتمال B بهذا الشكل. فبالتالي احتمال B يساوي the sum from I equals 1 to N P of B given AI times P of AI. نعوض في هذه المعادلة عن احتمال B بهذا الشكل فنحصل على المطلوب من النظرية. والآن ننتقل إلى بعض الأسئلة والأمثلة في هذا الموضوع. المثال الأول هو example 2.4.11، فبقول a biased coin، يعني coin غير منتظم، يعني احتمال الهيد لا يساوي احتمال التيل، وتحديدا twice as likely to come up heads as tails، يعني احتمال ظهور الهيدز عند إلقاء الكوين بشكل عشوائي يساوي ضعف احتمال التيلز. فبالتالي احتمال الهيد مرجح بمرتين على احتمال التيلز. If it shows heads، إذا هاي التجربة بنلقي إحنا الكوين في الهواء فنشوف ايش الناتج. اذا كان الناتج كان heads a ship is drawn from urn 1، هاي الوعاء الاول في 3 white ships و 4 red ships، هذا الوعاء الاول. فاذا طلع نتيجة القاء الكوين head نختار واحدة من هذه الships من الوعاء الاول بشكل عشوائي. if it shows tails، اذا كانت النتيجة tails بنسحب من الوعاء الثاني، الوعاء الثاني فيه 6 white ships و 3 red ships. هاي كل التجربة.
فبقول هان given that a white sheep was drawn، يعني إذا أجرينا التجربة وفي النهاية حصلنا على white sheep، what's the probability that the coin came up tails؟ إذا هنا في حاجة بنسميها ال given event اللي هي given that a white sheep was drawn، فبنسمي هذا ال event B، هذا بنسموه ال given event، فنبدأ به ونعرف به على أنه ال event a white sheep was drawn. ثم بعد ذلك what's the probability that the coin came up tails؟ طبعا بالنسبة للكوين إما بكون طلع heads أو طلع tails، فإحنا مش عارفين. إذا هنا بالنسبة للسوليوشن احتمال الهيدز يساوي 2 times احتمال التيلز، إذا 1 third هي احتمال التيلز، 2 thirds هي احتمال الهيدز، حتى يكون احتمال هيدز يساوي 2 ضرب احتمال التيلز. الآن بنعرف الايفنتس بي كما ذكرت سابقا، هي الايفنت إنه a white sheep is drawn. أما بالنسبة للايفنتس فعندنا بالنسبة لحالة الكوين إما بيطلع لنا head أو بيطلع لنا tail، فبنعرف A1 coin came up heads، يعني معنى الكلام إنه سحبنا من الوعاء الأول، و A2 coin came up tails يعني سحبنا شريحة من الوعاء الثاني. وإيش المطلوب هنا؟ نريد أن نحسب احتمال A2 given B، لأنه هو قالنا إنه الشريحة طلع لونها أبيض، ومطلوب احتمال إنه يكون نتيجة الكوين هي tails، فبالتالي المطلوب هو احتمال A2 given B. تعريف الإيفنتس وتعريف المطلوب بدلالة الإيفنتس هذه يساعد جدا على حل السؤال. فبالتالي عند حل مثل هذه الأسئلة يجب أن نعبر عن الإيفنتس وعن المطلوب بشكل واضح حتى نبدأ في الحساب. طبعا هنا واضح أنه نستخدم نظرية بيز أو قاعدة بيز، لأنه مطلوب منا احتمال A2 given B. لو كان احتمال B given A2 فالمسألة بسيطة جدا، لأنه احتمال أبيض من الوعاء الثاني، عدد الشرائح اللي لونها أبيض في الوعاء الثاني على عدد الشيبس كلها، فبالتالي 6/9، لكن هنا مطلوب العكس، مطلوب احتمال A2 given B، فهنا بنستخدم نظرية بيز لأنها بتعكس الوضع. فحسب النظرية بتقول احتمال A2 given B يساوي، نعكس هذه بصير احتمال B given A2 على احتمال A2، بعدين نجمع كل الحدود اللي بهذا الشكل، ففي عنا A1 وA2، ففي عنا حدين فقط، فإذا نقسم على احتمال B given A1 مضروب في P of A1 زائد احتمال B given A2 في P of A2، وكل هذه الشغلات معروفة. فمثلا احتمال B given A2 إذا كان طلع لنا tails فبنسحب من الوعاء الثاني، فاحتمال أنه الشريحة المسحوبة تكون لونها أبيض يساوي عدد الشرائح اللي لونها أبيض على عدد الشرائح الموجودة في الوعاء وهي 9، إذا الناتج 6/9، ونضرب في احتمال A2، احتمال A2 يعني التيلز وهي احتمالها ثلث، ونقسم على نفس الحد هذا الأول هنا ونضيف إلى الحد الآخر وهو احتمال B given A1 في احتمال A1، احتمال B given A1 يساوي عدد الشرائح البيضاء على عدد كل الشرائح وهي 3/7، لأنه 3 والكل 7. أما بالنسبة ل 2/3 اللي هي احتمال إنه الكوين يعطينا heads، فهي 2/3 كما بينا قبل قليل، فنتيجة القسمة تساوي 7/16. وهنا سؤال في الكتاب، سؤال 2.4.50: An eyes only diplomatic message is to be transmitted as a binary code of zeros and ones. يعني بغض النظر على كلمة eyes only، المهم في رسالة دبلوماسية يجب إرسالها على شكل كود، باينري كود بيحتوي على 0 أو 1، يعني الكود متكون من 0 أو 1، وهذا طبعا موجود في جميع الاتصالات اللي بنجريها في الحياة العملية عند إرسال رسائل بريد إلكتروني أو إلى آخره. فبقول past experience with the equipment being used suggests that if a zero is sent
يعني حسب الخبرات السابقة بالنسبة للجهاز الإرسال، إذا كان المرسل هو صفر فـ it will be received correctly as zero 90% of the time. إذا أرسل صفر فاحتمال وصوله صفر يساوي 90%، فمعنى ذلك أن احتمال أن يوصل بالخطأ إلى واحد يساوي 10 من 100. If a 1 is sent, it will be received as a 1 95% of the time. يعني إذا أرسل الجهاز واحد فاحتمال أن يصل واحد يساوي 95%، واحتمال أن يصل صفر يساوي 5%، يعني هناك احتمال للخطأ. فبقول the text being sent is thought to be 70% ones and 30% zeros. يعني هناك اعتقاد بأن الرسالة التي سوف ترسل مكونة 70% من الآحاد و30% من أصفار، يعني فيها آحاد وأصفار بمعدل 70% و30% بالترتيب. Suppose the next signal sent is received as one. افرض انه احنا وصلنا واحد، مش عارفين ايش الإشارة التي أرسلت، هل صفر ولا واحد، لكن وصل إلينا واحد. What's the probability that it was sent as a zero. فبالتالي هنا عندنا في الـ given event أول شيء نبحث عنه، وهو أن الإشارة التي وصلت إلينا هي واحد، فنريد حساب احتمال أن الإشارة المرسلة هي صفر. فهنا بنعرف الـ given event، نسميه دائما بـ للسهولة، فنقول let B be the event that A1 is received. بعدين بنعرف بالنسبة لحالة الإشارة المرسلة، فإما أرسلت صفرا وإما أرسلت واحدا، فبالتالي بنعرف الـ events هان ممكن نسميها A1 و A2 أو نسميها A0 A1، كله يحقق الغرض. Let A not be the event that A0 was sent. Let A1 be the event that A1 was sent. فإيش المطلوب هنا؟ مطلوب حساب احتمال A not given B، لأنه الـ given event هو B هان، والمطلوب حساب احتمال أن يكون هذه الإشارة أرسلت صفرا، يعني احتمال أن تكون الإشارة المرسلة هي صفر. طبعا هنا من المعطى، هنا قلنا أنه احتمال الونز يساوي 70%، فبالتالي احتمال A1 يساوي 70% أو 7 من 10، وقال أيضا احتمال الزيروز يساوي 30%، اللي هي نسبة الزيروز ونسبة الونز هنا، فالنسبة هي الاحتمال. فاحتمال A not يساوي 30% أو 3 من 10، فبدنا نحسب هذه. فواضح أنه بدنا نستخدم قاعدة أو نظرية بيز، فنقول احتمال A not given B يساوي احتمال B given A not في احتمال A not على احتمال B given A not في احتمال A not plus احتمال B given A1 في احتمال A1. فعلنا ذلك لأنه إحنا بنعرف احتمال B given A not، إذا كانت الإشارة المرسلة صفر فما احتمال أن تصل واحد، هذه معروفة ممكن نحسبها من هنا، لكن لا نعرف حساب احتمال A not given B، فبالتالي بنستخدم نظرية بيز عشان تعملنا تعكس هذه الاحتمالات، فبتعكسها هنا بالشكل هذا، ويساوي إذا كان الإشارة المرسلة هي صفر فما احتمال أن تصل واحد. طبعا هنا بقول إنه إذا أرسل صفر فاحتمال أن يصل واحد يساوي 10 من 100، واحتمال أن يصل بشكل صحيح يعني صفر يساوي 90%، فبالتالي هذا الحد الأول يساوي 10 من 100، وبنضرب في احتمال A نض اللي هو 3 من 10، ونقسم على هذه الحدود. الحد الأول هو اللي فوق نفسه هنا، ونضيف إله الحد اللي هو احتمال B given A1 إذا أرسل واحد فما احتمال أن يصل واحد في 95%، فنكتب 95% ونضرب في احتمال أن تكون الإشارة المرسلة واحد وتساوي 7 من 10 وهكذا، ونبسط فنحصل على 30 على 695. وأخيرا هذا السؤال اللي هو question 2.4.53، يقول a desk has three drawers، يعني مكتب في 3 دروج، يعني the first contains 2 gold coins
الدرج الأول يحتوي على قطعتي نقود من الذهب. The second has two silver coins. والدرج الثاني يحتوي على قطعتي نقود من الفضة. And the third has one gold coin and one silver coin. الدرج الثالث يحتوي على قطعة نقود فضية وقطعة نقود ذهبية. الآن a coin is drawn from a drawer selected at random. يعني اخترنا درجا بشكل عشوائي وسحبنا منه قطعة نقود. Suppose the coin selected was silver. فإذا وجدنا أن القطعة المسحوبة هي فضية, what's the probability that the other coin in that drawer is gold? أول شيء نبحث عن الـ given event, وهو أن الكوين اللي إحنا اخترناها طلعت فضية. فبنعرف هذا بالـ event B. بنقول B silver coin is selected. الآن بالنسبة لإمكانيات اختيار الدرج, بالنسبة للدرج الآن أي واحد إحنا اخترنا, فهناك ثلاثة إمكانيات هي التي تشكل partition للـ sample space. فنعرف الـ event A1 اللي هو drawer 1 is chosen, الـ event A2 drawer 2 is chosen, والـ event A3 drawer 3 is chosen. فالآن ما هو المطلوب؟ هو المطلوب كالتالي, الـ given event هو B, والمطلوب احتمال يكون القطعة الثانية هي gold. إذن هنا المطلوب هو إيجاد احتمال A3 given B, لأنه قلنا القطعة الأخرى هي gold, فمعناه أنه A3, لأنه A3 هو الوحيد الذي يحتوي على قطعة فضية وقطعة ذهبية في نفس الوقت. فبالتالي نريد أن نحسب احتمال A3 given B. فباستخدام نظرية بايز نقول احتمال A3 given B حسب نظرية بايز تساوي احتمال B given A3 times P of A3 على احتمال B given A1 في احتمال A1 plus احتمال B given A2 في احتمال A2 plus احتمال B given A3 في احتمال A3. طبعا احتمال A1 تساوي احتمال A2 تساوي احتمال A3 وتساوي 1 third, لأن كل واحدة احتمالها ثلث حتى يصبح مجموع احتمالات تساوي 1, لأنها متساوية في الاحتمالات. والآن نعوض, إذا كان الدرج المسحوب هو الدرج الثالث, فما احتمال أن تكون القطعة الثانية gold أو ذهب؟ طب بالنسبة للدرج الثالث has one gold coin and one silver coin. إذن الدرج الثالث توجد به قطعة فضية وأخرى ذهبية, فاحتمال إذا سحبنا قطعة من هذا الدرج الثالث احتمال أن تكون فضية يساوي نص, واحتمال A3 يساوي ثلث. أما بالنسبة للدرج الأول فتوجد به قطعتان ذهبيتان. نريد هنا أن نحسب احتمال أن تكون القطعة المسحوبة فضية من الدرج الأول. لا يوجد قطعة فضية في الدرج الأول, فالاحتمال يساوي صفر. أما بالنسبة للدرج الثالث فاحتمال أن تكون القطعة المسحوبة فضية يساوي نص كما بينا قبل قليل. نبسط هذا الحد فالنتيجة هي one third. وبالله التوفيق.